بشار جواد مساء الخير. بونسوار. مساء النور يا حبيبي. مساء النور سيرج حبيبي. اول شيء الف مبروك لك يا اغنيه بالقلب، شفناها من شوي كميوزك فيديو، كاغنيه اغنيه حلوه كثير، اغنيه مهضومه فيها افشات سلبي، وعن جد انا بقول لك بشار اول ذا لك لهيدي الاغنيه، بتقديرك رح تكون بنجاح تراراهي. اول سؤال بينطرح عليك وهذا سؤال الكليشيه اذا فينا نقول، بس انت شو توقعاتك؟ توقعاتي صراحة يعني بقول إن شاء الله تنجح، دايما بقول إن شاء الله تنجح التيرارا أو أكثر من تيرارا. توقعاتي هاي الغنية هي يمكن أول عمل كان مفروض ينزل لإلي، صار سنتين ونص معي، بحبها كثير هاي الغنية، بحبها من كل قلبي عن جد. نطرت كثير لحتى لقيتها الغنية. ليه نطرت؟ ليه نطرت تنزلتها وقبل تيرارا؟ بعد تيرارا؟ صحيح صحيح، فان شاء الله يا رب تكون عم تحقق نجاح اكيد يعني. الف مبروك لكل طاقم العمل. اكيد ريتا عندها بعض الاسئله. بشار بدي اسالك، هل شركه يونيفرسال للانتاج تبنتك؟ لا، انا مع يونيفرسال ميوزك هنا لثاني مره، ماني مش متبنيتي لا، بس هذا العمل معهم كمان يعني، كذا ده كان معهم وهذا العمل معهم يعني. نعم. بس كعمل مش ك مش تبني. اي مش صحيح. كاستلام صحيح. انت كنجم استلامك صحيح 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 صحيح. في مطرح كمان شارل ماكريس، يعني حتى على الرفراين اللي هو اكيد رح يبلش ينتشر بشكل كثير كبير، تعي وتتقول تعي. كيف يعني ظهر الاستحى اللي عندك بمطرح معين او الخجل الصغير اللي عندك ايه من خلال اكيد ايدك كيف مغطى وجهك، كيف ترجع بتبرم؟ في مسجز حلوين. الف تحيه لشارل ماكريس وإلي السمعان. أكيد أكيد. سؤال اخير من ريتا، عندك اي سؤال بعد؟ هل رح تضلك ثابت مع المخرج إلي السمعان؟ اكيد دائما دائما اللي استمعار قبل ما يكون المخرج تبع كليباتي هو مدير اعمالي، فاكيد دائما معه. انت حي كبير له. انت بالقلب بشار جواد، وفعلا اغنيتك بتفوت على القلب بشكل كتير كبير. شكرا لاتصالك.